السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في مركز الإسهالات مستشفى العلفي في الحديدة، وده المستشفى اللي بيحصل فيه العزل عشان حالات الإسهالات وحالات الكدرة. شخص فيها 6 حالات كدرة، ويوميا يأتي هنا حوالي 40 حالة من الإسهالات. حتى في أخت كانت حامل في الغرفة الأخرى وتوفت من الإسهالات اللي عندها. النداء أسقطت الجنين من الإسهال. وحتى نتكلم عن الحالة الصحية السيئة في اليمن، نجد ان مش فقط في المناطق اللي احنا شفناها، مستشفى 70 ومستشفى الجمهورية في صنعاء، ولكن هنا ايضا في الحديدة بتبعد حوالي 6 ساعات بالعربية عن صنعاء. النداء هنا هو لكل من كان له ضمير، ان القضية الانسانية في اليمن هي قضية منسية. القضية الانسانية في اليمن هي قضية انسانية، ولا بد ان نفعلها، ولا بد ان نتحدث مع أصحاب القرارات في الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية، أن يأتوا هنا ليروا بأم أعينهم الحالة التي يعاني منها الشعب اليمني، الحالة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يتحول مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في منذ أسابيع إلى تحويل عملي بنقل هذه الأموال إلى مستحقيها هنا في اليمن. ساعدوا اليمن اليوم. اليمن تحتاج المساعدة اليوم، وليس غدا.